بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. أما بعد، اسمي محمد عبد الله فرح جلود، كنيتي أبو عبد الله، عمري 7 سنوات، أدرس في مدرسة ديادي بطو من مدينة العلم والعلماء والجسور المعلقة قسنطينة دولة الجزائر الحبيبة. القراءة بالنسبة إلي ليست مجرد رغبة أو هواية، بل هي ضرورية للحياة الفكرية كالطعام الذي آكل والماء الذي أشرب والهواء الذي أتنفس، إنها غذاء العقل والفكر، وهي فريضة إسلامية وليست من الكماليات كما قال الأديب عباس محمود العقاد. أمنيتي في هذه الحياة هي أن أصير عالما كبيرا، حينئذ أرجو من الله تعالى أن يعينني في فتح هذا العالم لأنشر الحب والسلام في كل شبر من هذه الكرة الأرضية. سؤالي لك يا ابني، لماذا تقرأ؟ وما الذي يدفعك للقراءة وأنت ما شاء الله في هذا العمر المبكر جدا؟ أقرأ لأتعلم، وأنا تلميذ أحب القراءة كثيرا، لأن القراءة ضرورية لحياتي الفكرية كالطعام الذي آكل والماء الذي أشرب والهواء الذي أتنفس، إنها غذاء العقل والفكر، وهي فريضة إسلامية وليست من الكماليات كما قال الأديب عباس محمود العقاد. ولأن القراءة هي مقياس الحكم على الشعوب، ولذلك عندما سئل الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس كيف تحكم على إنسان؟ قال أسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ. والشيء الذي يدفعني إلى القراءة هو حلم المقدس الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالقراءة، وهو أن أصير عالما كبيرا كأمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد بن عدي الشافعي والشيخ محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من العلماء. حبيبي حبيبي. تمنيته لو أنه ابني. بطل أول تحدي للقراءة في دورته الأولى 2015-2016 حسب تصويتكم وحسب رأي اللجنة وحسب الاختبارات السابقة. محمد جلود من الجزائر.